مش سامعين يا دكتور. الله يبارك. ده العريس بتاعنا، يعني نريد ان ندعو له، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. نسأل الله عز وجل ان يبارك لهما ويجمع بينهما في خير، اللهم امين يا رب العالمين. ان شاء الله زواج مبارك ان شاء الله. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ربنا يزيدك يا رب. يا ولد يا ابني هو خير منها. ها يا ترى نيتك ايه؟ ألم نجعل له عينين. ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين
وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما فك رقابة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة لا إله إلا صلوا على سيدنا رسول الله بس عودوا عودوا الله يبارك فيك انا كده هصدق والله معلش نتأدب معكم لا إله إلا ولله الحمد ولله الحمد
ولله الحمد لا الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ معلش معلش اهدوا اهدوا والله استعملنا طيبة ما ينفعش كده الله يبارك فيك الله اكبر حياتي النبي سلام يا شيخ سلام وحياتي النبي كده يا امام حبيبنا المستنصر صلى على ملك الاطباق يا ملك اقرا يا عم معلش لا أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم الله الرحمن اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ صدق الله العظيم.